شويه وعملت دبل كليك، لو في نقاط ما ظهرت معك اعمل ابلاي ثاني تمام عند ظهر. وممكن الطابق الاخير لاحظوا هنا كم 97 عزوم بدات تظهر عاليه، كل ما طلعت لها فوق ايش حصل العزوم على الاعمده ايش عاليه. لو داير ام زد الغي ام واي واختار ايش ام زد يطلع لك. لاحظوا يعني العزوم حق ام زد بسيطه لاني كانت العزوم دي كبيره ليش؟ لان في اتجاه ال 5 المتر صح. اما العزوم هذه لاحظوا كيف شكلها، يعني بتكون في اتجاه ايش الاربعه، بتكون اقل شويه من ام. الان العزوم الحاكمه اكثر شيء هي ام واي لان في اتجاه، لاحظوا كيف كانت ام واي كذا صح، يعني ان العزم على العمود بهذا الشكل اللي في اتجاه كم؟ في اتجاه بحر ال 5 متر، هذا ال 5 المتر، لذلك العزم كان ايش؟ اعلى. خلاص ممكن تمسك العمود هذا تشيل عزمه 97 مثلا، داير اصمم يدوي تمام؟ داير اصمم يدوي. اشيل هنا ايش هذاكم قلنا اول شيء ام زد، اشيل حقه ام زد كم؟ 32، واشيل حقه ام واي كم؟ 97 صح؟ واشيل حقه القوه المحوريه كم؟ 186، واروح اصمم ايش؟ يدوي، وبيكون زي الجامعه عمود معرض لقوه محوريه مقدارها كذا وام اكس وام واي زي ما كان في الجامعه، واروح اصمم ايش؟ يدوي لو دار تمسك كل عمود برا تمام؟ لكن بعدين احنا هنسمي عن هذا العمود وهذا العمود وهذا العمود بنختار اعلى، مفترض انك لو دار تصمم يدوي تختار اعلى عمود في عزوم وقوه محوريه وايش؟ وتروح ايش؟ تصمم هذا تعمم تمام؟ طيب في طريقه لاحظوا انا لما ظهرت لما جيت اظهرت العزوم ام واي في حاجه ظهرت متلبكه كذا بين عزوم الابيام وعزوم ايش؟ الاعمده. طيب في طريقه في الروبوت انني اعزل الاعمده براها في نافذه في ويندو واعاين نتائجها لحالها. كيف؟ اجي لها هنا واختار الاعمده كولم، اخترتها صح؟ يلا في هنا حاجه اسمها اول شيء اختار، في هنا حاجه ايديت ان نيو ويندو. ايش عمل؟ جاب لي الاعمده براها. وضاف هاوي هنا في الفيو، لاحظ هنا طبعا ممكن الاعمده كلها اي عنصر داير تعزله عن المنشا وتعاينه كمعاينه لوحده تختاره وتختار ايش؟ ايديت النيوندو وتكون محفوظه. الان ممكن نرجع للفيو لاحظوا وحق الاعمده قاعده تمام؟ ارجع مثلا داير اعرض نتائج الابيام حق هذا لحاله او الاعمده حق هذا ايش لحاله واعمل ايش؟ ايديت النيوندو. لاحظوا لكل طابق دعزله لحاله ويضيف لك هنا ايش؟ فيو 2 فيو 1 فيو 3 فيو 4 وتخليهم حتى لما نجي تعيد النتائج تحلل تصمم من جديد حتحصلهم الويندو دي قاعده، بتجي طوالي تخش على الويندو وتشوف نتائجك ايش؟ قاعد. حتى لو ضعت الان من التحليل ورجعت ثاني للتحليل حتحصل القيم رجعت بالتحليل الجديد او بالاحمال ايش؟ الجديده. اسمع هذا لو طلع معاك ذي كبير، تعال هنا في زائد ذا بار دي فرام سايز وتنقص يقوم يقل، لاحظوا داير ينقص، اقوم اعمل ناقص اعمل ايش ابلاي، لاحظوا بينقص السكيل. ما له علاقه بالقيم، ذي سكيل شكل هذا المستطيل، هذا الازرق المستطيل. كم يظهر لك في الشاشه؟ تمام سكيل، لاحظوا يقول لك دي فرام فور سكيل. الان كل حصم دي ب 3000 كيلو ايش؟ نيوتن. مفهوم؟ يلا نعرض نتائج الابيام، والمطلوب مننا في نتائج الابيام ايش؟ نتائج الابيام ايش؟ اي درسناها في الجامعه لما كنا درسناها في الجامعه. ايش كان النتائج اللي بيجوا القوى اللي بيجيبوها على الابيام؟ عزوم انحناء صح؟ وعزوم الانحناء بنصممها بايش؟ بنوجد بها ايش؟ الحديد الطولي صح؟ طيب والكانت؟ بالقص. اذا المطلوب ايش؟ عزوم انحناء وقوى قص. انت دائما تعرف النتائج من حتى من الحاجة اللي بيوجد بها نتيجة لهذه النتائج. مثلا احنا في معانا في البيم نوعين من التسليح، تسليح طولي وتسليح ايش؟ ستيرب. كانت بنجيبها عن طريق قوة القص، والحديد الطولي بنجيبها عن اللي يقاوم ايش؟ عزوم الانحناء. اذا هنطلع معانا عزوم انحناء ومعانا ايش؟ قوة قص. يلا يا تو قوة قص، هل هي قوة القص مثلا نمسك اول شيء قوة القص، هل اف اكس او اف واي او اف زد؟ مثلا لو كنت ما عارف مثلا في البرنامج ها هي اف زد، بس انا اوريكم الان لو ما عارف كيف اعرف. وحتى عزم الانحناء هل ام واي ولا ام زد ولا ام ايش؟ اكس. ايش اسوي؟ اظهر ايش؟ المحاور. لاحظوا الابيام هذا بيم صح؟ ذا بيم. يلا العنصر الموازي للبيم ايش هو؟ المحور الموازي ايش؟ اكس. والذي لا فوق ايش؟ زد. اذا قوه القص هي عباره عن ايش؟ ايش؟ اف زد. طيب والعزم الانحناء هل هو ام اكس ولا ام واي ولا ام زد؟
العزم عزم عزم الانحناء الذي بيتعرض له البيم، هل هو ام اكس ام زد ام اكس بيكون روتيشن يا شباب زد زد واي وزد عزم ما هو هكذا كذا يجي من فوق ها هذا عزم روتيشن بالطريق الجهه المخالفه ها ام اكس وام زد عباره عن روتيشن على البيم ايش شو حقنا ام واي يا شباب ام واي لاحظوا كيف ام واي كذا والبيم عمودي على صح اذا بيكون الام واي هو حول العزم حول واي ام واي معناها العزم حول ايش حول واي اذا معنا ام واي وايش وام واف زد انت ممكن حتى من النتائج يجي تعرضهم كلهم وتشوف ان القيم الثانيه بسيطه خلونا نلاحظ ممكن نعرض الان النتائج على الابيام ونعرض ام واي وام اكس وام زد هتشوف ام اكس وام زد قيم اصفار لكن لما نجي ام واي تلاحظ قيمها ايش كبيره طيب نلغي المحاور ونظهر ايش نتائج العزوم من نفس المكان من دي من ريزلتس من ريزلتس ايش ديفرام فور بار ونختار ايش ام واي اول شيء نعرض عزوم الانحناء ام واي ونختار ابلاي ونختار لاحظوا كيف يجيب لك العزوم ونختار ايش ديفرام بارامترز ليبل ديفرنتد فيلد ابلاي ونبدا بالجريد بيم صح نعمل دبل كليك ونشوف نتائج ايش الجريد بيم لاحظوا وعشان نظهر الابيام لحالها ايش نسوي عشان ما تختلط مع نتائج ما العمد ايش نسوي قلنا نظهرها في نيو ويندو لحالها صح اقوم اختار البيم واعمل ايش نيو ويندو لاحظوا يبقى ايش نتائج الابيام لحالها لاحظوا كذا تمام هذه بيقول مقياس الرسم لاحظوا مقياس الرسم النزله دي بسيطه صح ارجع للان تي ام واعمل ايش زياده لمقياس الرسم لاحظوا ايش بيحصل يا باشمهندسين لما انا زيد عرفتوا ايش معنى مقياس الرسم بيزيد ايش الشكل الممتلئ لاحظوا كم اعلى عزم كم هنا كم هنا يا شباب في الجسر هذا لاحظوا في الجسر نفسه كم 41 كيلو نيوتن ايش في متر والبواقي لاحظوا هنا 29 وهنا كم 16 وهنا لاحظوا واعلى عزم لاحظ هنا اعلى عزم موجب وهذا اعلى عزم ايش سالب سالب 66 لاحظوا العزوم دي بسيطه بسيطه جدا انتم عارفين ما بتطلع لك اثنين سياخ لو جيت تصممها على سكشن 25 في 20 بتطلع لك ايش اثنين سياخ ابو 16 عزوم بسيطه تمام نجي نشوف نصممها لانه ايش عليها 12 كيلو نيوتن لكل متر ومقطعها كم 50 في كم في 25 مقطع كبير تمام لاحظوا بهذه الطريقة ايش تعاين النتائج، يلا لاحظوا يا شباب أنا قلت لكم داير نعمل ريليز، طبعا خلاص الباقي اللي داير تعرض النتائج نفس الطريقة، صح ولا لا؟ بالنسبة للأبيان. لاحظوا أنا قلت لكم ريليز صح؟ لاحظوا البيم الذي هنا البيم الذي هنا يعني حسب الكود وحسب أن أغلب المهندسين يقول لك أنه هنا مفترض زيرو. زيرو لأنه ما فيش استمرارية ليش؟ لحديد التسريح يعني اعمل لما اقول اعمل ريليز معنى انني النقطه هذه داير ما يعمل فيها عزم سالب داير يكبر ايش العزم الموجب يعني بقوم اعملها بحرر النقطه هذه على اساس اني بنت ما ايش فيكست يلا بيقوم بنت بيلغي العزم السالب بيقوم طوالي تشوف هنا ما فيش عزم سالب بتجي تلاحظ انه العزم الموجب ايش زاد بوريكم ايش الاليه حق هذه تمام؟ فمتى بنعمل ريليز؟ عند اي نقطه في الكورنر، اي بيم مشى مع بيم اخر لم يحصل له استمرار في حديد التسريح مع بيم اخر نعمل له ايش؟ ريليز عشان يكبر العزم ايش؟ الموجب. خلونا اول حاجه نقرا النتائج وبعدين لاحظوا انا بنجي نعمل ريليز وبعدين نجي نشوف النتائج من جديد اتحصل هذا ايش؟ 0 0 وتحصل هذا القيمه زادت. حصل القيمه العزم الموجب ايش؟ زاد. خلونا نعرض قوى المحوريه، القوى القص. نلغي الام واي ونختار ايش؟ لاحظوا خلونا نختار ام اكس مثلا ام اكس او ابلاي لاحظوا كم؟ ايش؟ قيم بسيطة جدا لأنه ام اكس ايش قلنا؟ ها تورشن تورشن ما فيش هنا تورشن صح؟ يلا ندان ام زد مثلا ام زد يلا كم؟ أربعة يعني حاجة بسيطة لكن ام واي ايش؟ هي إذا هي عزم الانحناء عشان لو داري مثلا تتأكد يلا نختار اف زد الذي ايش هو؟ قوة القص ابلاي لاحظوا كم ويرسم لك نفس حق الجامعة 51 هنا اعلى قوة قص لاحظوا حقيقة في هذا المكان صح 85 البحر هذا البيم هذا كم كان 5 متر وعليه جسر جاي من هنا لذلك طلعت اعلى قوة قص كم 85 لاحظوا بعدين الشكل ايش نفس الشكل اللي درسناه في الجامعة مفهوم يا شباب
يلا عرضوا نتائج هذا الفيو هذا يقدر تكفله صح؟ من هنا من اكس او من اكس 6 هنا اكس تلاحظ؟ هذا ما تكفله هذا بس تجي هنا تفتح ثاني وتعمل ايش؟ اكس او من هنا من اكس مش الاكس اللي فوق الاكس حق البرنامج اكس اللي تحت لاحظوا يكفل لك اي حاجه ويندو ها تمام او اكس 3 هنا مفهوم؟ حتى الجداول تلغيها من هنا كل الجداول حتى ترجع على نفس المكان بس الحاجه المميزه هنا انه ايش؟ النتائج اللي تعرضها ممكن تعمل لك عده نيو ويندو وما بترجع كل مره تعمل نيو بتجيس نفس الويندو قاعد معك حتى لو قفلت البرنامج وشغلته الويندو قاعد حتى لو غيرت الاحمال ورجعت تشوف النتائج نتائج مثلا الشورت كولوم في ويندو نتائج الطابق فوق في ويندو وهكذا تعمل لك عده نيو ويندو لكن بتثقل شويه على جهازك ها بتثقل شويه ايش على جهازك لاحظ انا باجي اعمل تحرير للابيام تمام بذهب الى البلان وبمشي الى ايش الجراوند فلور بنعمل تحرير للابيام ونشوف النتائج شباب معنا تحرير انني احرر العزوم هنا تكون زيرو ولما تكون زيرو بيمشي العزم بيزيد وي العزم الموجب طيب ليش ومتى نعمل هذه الحاجه كلهم ايش فيكست كلهم فيكست تمام يلا نعمل ريليز من وين من جيومتري بنختار ايش ريليز من جيومتري بنختار ايش ريليز يلا مثلا هذا البيم لاحظوا هذا البيم بند من الطرفين صح بند من الطرفين صح يلا بجي اختار بند لاحظوا بجي اختار طوالي خلاص عمل له ايش بند تمام يلا هذا الجسر بند من هذا الجهه من اليسار وبند وفيكست من وين من الجهه الاخرى ايضا هذا الجسر بند من اسفل وفيكست من وين من الاعلى هذا الجسر بند من اليسار وفيكست من وين من اليمين صح يلا بختار في هذه الحاله مثل هذا الجسور بختار لها كلها بند فيكست بختار بند فيكست وامشي النقطه الذي عندها تحرير اعمل عليها كليك لاحظوا بيظهر معك سهم لاحظوا انه لما ابقى على الجسر بيظهر سهم هنا صح في اليمين انا اعمل كليك ما بين السهم والعمود لو رحت الان اعمل هنا بيفهم انه على حسب البدايه والنهايه لكن لا اختار بند فيكست وروح اعمل كليك لاحظوا اعمل لها بند الان وامشي هنا واعمل ايش كليك ما بين السهم والعمود وامشي هنا لاحظوا اعمل بند وامشي هنا اعمل ايش صح بند وامشي هنا اعمل ايش بند وهنا بند صح اي عمود اي جسر غير مستمر اعمل ايش اعمل بند بس كليك عند وين عند قريب العمود بس على الجسر تمام ايضا هنا ايش بند ايش عمل البرنامج طوالي طلع من التحليل لاحظوا يا شباب طوالي يطلع من التحليل البند دي بمجرد ما تطلع منها بتختفي لا في اجهزه لاحظوا من جيومتري ريليز داير ارجع نقطه مثلا كيف تظهر لك فوق ولا تحت هذه ديليت بار ريليز ايوه ديليت بار ريليز يعني يرجع لها وين للفيكست او داير تختار هنا فيكست وتروح هنا مثلا داير ارجع هذه للفيكست لاحظوا بيرجعها لفيكست داير ارجعها بنت تختار ما مش اشكالي يعني تمام او تلغي ديليت بار ريليز بس تحدد ايش؟ تعمل سيلكت تختار البيم وتقول ايش؟ ديليت بار ريليز يقوم يحذف لك ايش؟ الريليز تمام؟ مفهوم يا شباب؟ يلا اول ما تطلع كلوز يطلع لك من الشكل ده بس غير بيوريك يلا ايش نسوي الان؟ ايش نسوي؟ نحلل من انلايز نختار ايش؟ كوبي ايش؟ لا ما مشكله لحظه يا شباب بحلل من انلايز كولكليت نحلل ثاني خلاص لا ما عاد تعملوا انتم حاجه خلاص بس انا اوريكم كيف اعمل ريليز اما عرض النتائج نفس الطريقه السابقه لاحظوا بجي من بعرض النتائج من جديد من ريزلت بار دي فرام واختار ايش؟ ام واي شباب ركزوا معايا بس ام واي واختار ايش؟ ابلاي واختار من هنا بارامترز اختار ام واي ابلاي واختار من هنا بارامترز ليبل ديفرنتيت ليبل فيلد اوكي لاحظوا كم زاد لاحظوا كم طلعت العزوم يا شباب كم زيرو كم زاد ذا كان 16 كم اصبح 28 حتى العزوم لاحظوا اي منطقه عملت لها ريليز خلوكم اثر لكم في 3 دي احسن ها 3 دي صح لاحظوا وابلاي
طبعا لما تطلع من قائمة إلى قائمة إلا ترجع عيش من جديد. تمام. أوكي. لاحظوا هنا 25 هنا كم؟ ما مشكلة ده هذا يهمن هذا. لاحظوا كيف العزم كم ضرعت هنا؟ كان في عزم سالبة صح؟ الآن أصبحت إيش؟ العزم كم؟ زيرو. يعني يقول لك إنه لاحظوا هنا العزم كم؟ أصبح كم؟ 53. هو أعلى عزم طبعا، أعلى عزم 53 أصبح هنا إيش؟ أعلى عزم، لأنه هنا عملنا التحرير من هنا وإيش؟ من هنا. طيب دائرة قارن هذا بتحليل يدوي، قارن بإيش؟ يلا تحليل يدوي دبليو ال تربيع على 8، دبليو ال تربيع على 8. ها شوف هيطلع نفسه. ها طيب نعرض ايش؟ نعرض نتائج البلادات، نعرض نتائج ايش البلادات، بس ركزوا معايا. من ريزلتس بختار الان مابس، مابس خلاص انتهينا من دي فرام فور بار، دي ابيام اعمده دي فورميشن رياكشن، الان ايش؟ مابس. تمام. يلا في معانا ام اكس اكس وام واي واي يعادلها ام 11 وام 2 في الايتاب او في السيف. تمام. لاحظوا هنا ام اكس اكس وام واي واي، يلا داير ام اكس اكس بقوم اختار اعمل صح واعمل ايش؟ ابلاي. يلا داير الفاليو، لاحظوا هنا ما فيش حاجه اسمها هنا بارامترز، اجي لهنا ضوالي فاليو وارجع ثاني اختار مابس عشان يظهر لي الالوان مع بعض. لاحظوا دائرة البلاضة يفوق مثلا لحالها، ها؟ اختار طب الكليك وعاين النتيجة ايش؟ لحالها، خلوها في البلان أحسن صح؟ لاحظوا في التوب، تكون في التوب. لاحظوا العزوم كيف حول اكس كذا. تمام؟ لاحظوا هنا سالب 10، هنا هنا 127، لاحظوا الأعمدة العزوم السالبة وين؟ الحرجة وين؟ عند الثلاثة الأعمدة هذه، والسبب عدم وجود ايش؟ أبيام، لاحظوا الأبيام تعمل على تقليل. لاحظوا في التحليل اليدوي لاحظوا هذا العزم السالب، لو داير ام ام واي واي اقوم اختار ايش؟ ام واي واي واختار ايش؟ ابلاي. لاحظوا طبعا هنا في لان المش ظاهر، المش ايش؟ ظاهر. طيب انا داير لاحظوا هذا ام واي واي حول واي. تمام. لاحظوا القيم اعلى، داير اعلى واقل قيمه يهمني، قال اعلى قيمه 117، ولاحظوا هنا السالب عزم موجب في الروبوت، السالب عزم موجب والموجب عزم علوي، خلينا من عزم سالب وموجب. الذي بالإشارة السالبة هو العزم الموجب، والذي بالإشارة الموجبة هو عزم ايش؟ علوي، عزم علوي. لاحظوا لاحظوا هنا ايش مكتوب هنا؟ 117 موجب ولا سالب؟ موجب. هكذا في الروبوت عكس الإيتاب، الإيتاب عزم السالب علوي والعزم الموجب سفلي. لاحظوا اللي بتجي في الوسط سالب سالب سالب، لذلك اعلى عزم، اعلى عزم سالب كم؟ اعلى عزم علوي كم؟ في اتجاه واي كم؟ 117، واعلى عزم موجب في اتجاه واي كم؟ 25. روح صمم هذا لكل كم؟ ركزوا يا شباب، لكل متر. هذا لاحظوا العزم هذه لكل متر، كيلو نيوتن في متر لكل متر، لكل متر طولي لكل شريحه. هذا تصممها، تصممها ليش؟ الشريحة عرضها كم؟ واحد متر. طيب أعلى عزم سالب وموجب، أعلى عزم علوي وسفلي في اتجاه إكس كم كا؟ لاحظوا 127 سالب، وين مكانه؟ لاحظوا وين مكانه؟ في هذا العمود، يعني قيمة إيش؟ دقيقة. وأعلى عزم موجب كم؟ سفلي 28، وين مكانه؟ طبعا. طيب في طريقة في الروبوت إن أنا أظهر أعلى وأقل عزم موجب وسالب في الشاشة، بجي له هنا واختار إيش؟ اكستريم بوينت. لاحظوا اكستريم بوينت واعمل ايش؟ اوكي. لاحظوا يجيب لك النقطة اللي فيها أعلى عزم موجب وأعلى عزم ايش؟ علوي سالب. لاحظوا هذه أعلى، هذه القيم اللي موجودة في اليمين يجيبها وين مكانها. تمام؟ يلا دار في اتجاه ايش؟ واي، اختار واي واعمل ايش؟ اوكي. لاحظوا كيف جابها؟ يجيب لك اعلى نقاط وعلى الشاشه. طيب لا انا داير يجيب لي عند النقاط الرئيسيه في الوسط وفي عند العمود، في الوسط وعند العمود بس، ما داير على المش، ما داير المش يلخبطني زي اول. في خيار اسمه الذي هو النقاط الوصفيه، بختار هذا الخيار واعمل ايش؟ ابلاي. لاحظوا يقوم يجيب لك واي في النقاط الذي هو درسناها في الجامعه، في المنتصف البحر
في فوق العمود صح، في منتصف البحر فوق العمود بالطريقه هذه. يلا نصلي. واما بطريقه الفاينت اليمنت هي بتجي اول شيء ديفولت، بيظهر لك نتيجه لايش؟ عند المش، عند المش. مفهوم يا شباب؟ وممكن من هنا يا شباب تظهر الديسبليسمنت الذي هي الازاحات في اتجاه، لاحظوا في اتجاه زد ابلاي، يجيب لك اعلى ازاحه، لاحظوا يا شباب 13 وين جابها، لاحظوا الديسبليسمنت الازاحات 13 ملي، لاحظوا وين، وجاب لك اعلى قيمه كم 13، وين مكانها في هذه ايش الاريا. Thank you.